السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الأعزاء، درسنا لهذا اليوم بعنوان كيف ينتقل الصوت إلى آذاننا الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يفسر انعكاس الصوت عن الأسطح المختلفة. نسترجع معاً ما تعلمناه في الدرس السابق. تعلمنا أن الاهتزازات تنتقل من مصدر الصوت إلى جسيمات الهواء المحيطة به، وهي بدورها تمررها إلى جسيمات الهواء القريبة منها مكونة موجات، وهكذا حتى يصل الصوت إلى آذاننا. وتعلمنا أيضاً أن الصوت ينتقل على شكل موجات، كتلك الموجات التي تحدث عند وضع شوكة رنانة وهي تهتز في الماء. دعونا الآن نستفتح الدرس بهذا المشهد. يحب حمد كرة القدم. قام حمد بركل كرة القدم نحو الجدار. لاحظ عزيزي الطالب، ماذا حدث للكرة؟ أحسنت، ارتدت الكرة إلى حمد مرة أخرى. كيف ارتدت كرة القدم إلى حمد مرة أخرى؟ بارك الله فيك، نتيجة اصطدامها بسطح الجدار. والآن يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي: هل يمكن للصوت أن ينعكس عن الأسطح كما ارتدت الكرة عن الجدار؟ للإجابة عن هذا السؤال قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 122 وانظر إلى النشاط رقم 2. كان بعض الطلاب يلعبون كرة القدم في ساحة المدرسة. لاحظ الطلاب في الأمام أنهم عندما كانوا يركضون باتجاه أحد الجدران ويصرخون، كان الطلاب في الخلف يسمعون ما يقولونه بسهولة ووضوح. فتساءل حمد، كيف عرف الفريق الأول خطة هجوم الفريق الثاني على الرغم من وجود مسافة بينهم يا خالد؟ فأجابه خالد، لأن طلاب الفريق الأول يسمعون ما كان يخططون له الفريق الثاني على الرغم من تواجد طلاب الفريق الأول في الخلف، إلا أنهم يسمعون ما يقولونه بسهولة ووضوح. فتعجب حمد وسأل، ما سبب ذلك؟ فأجابه خالد، لأن الصوت كان يتحرك إلى الأمام، وهذا أدى إلى انعكاسه عند اصطدامه بسطح الجدار بسرعة كبيرة، وعاد نحو الطلاب في الخلف. إذن ماذا نستنتج؟ أحسنتم، يسمع الطلاب في الخلف ما يقوله الطلاب في الأمام نتيجة انعكاس الموجات الصوتية عند اصطدامها بسطح الجدار، فيسمع الطلاب الصوت تماماً مثل هذه الصورة. لاحظ عزيزي الطالب كيف أن الموجات الصوتية تنعكس أو ترتد عن هذا الحاجز وتعود مرة أخرى إلى آذاننا. والآن عزيزي الطالب قم بالإجابة عن أسئلة النشاط في الكتاب صفحة 123. ما الذي حدث للصوت عندما اصطدم بجسم صلب؟ فكر قليلاً، تأمل الصورة. أحسنت، تنعكس الأصوات عن الأسطح الصلبة. لاحظ عزيزي الطالب كيف انعكس صوت الطالب الأول والذي يصرخ في الأمام عن هذا الجدار إلى الطالب الذي في الخلف فاستطاع سماع الصوت. السؤال التالي، كيف يسمع الطلاب في الخلف ما يقوله الطلاب في الأمام؟ ممتاز، نتيجة انعكاس الموجات الصوتية عند اصطدامها بسطح جدار ما، فيسمع الطلاب الصوت. ما نوع الأسطح التي تنعكس عنها الموجات الصوتية؟ أحسنت، جميعها كانت أسطح صلبة. والآن أرسم صورة لأبين كيف يمكن للصوت أن ينعكس عن حاجز إلى آذاننا.
أسمي مصدر الصوت والحاجز والأذن والموجة الصوتية التي تنتقل إلى الحاجز والموجة الصوتية المنعكسة. سنبدأ أولاً برسم مصدر الصوت، أحسنت، ثم سنرسم الحاجز، وبعد ذلك سنرسم الموجة الصوتية الصادرة عن مصدر الصوت، وهي الموجة الصوتية الأصلية. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ أحسنت، ستنعكس الموجة الصوتية وستكون الموجة الصوتية المنعكسة. ثم نرسم أخيراً الأذن التي تسمع الموجة الصوتية المنعكسة. والآن عزيزي الطالب، فكر معي، كيف ينعكس الصوت عن سطح جسم ما؟ أحسنت، تنتقل موجات الصوت من مصدر الصوت حتى تصطدم بسطح الجسم فتنعكس عنه فنسمع الصوت. لماذا عندما نقوم بالتصفيق نسمعه؟ فسر ذلك. بارك الله فيك، عندما نقوم بالتصفيق فإن الصوت ينتقل على شكل موجات حتى تصطدم بحاجز، والحاجز دائما يكون سطح صلب فتنعكس عنه فنسمع الصوت. والآن عزيزي الطالب، ننتقل إلى النشاط الثالث، كيف نسمع جميعا الأذان؟ الله أكبر، الله أكبر. كيف ينتقل الأذان إلى أذني حتى أسمعه؟ فكر عزيزي الطالب. أحسنت، ينتقل الصوت من مصدر الصوت والذي هو مكبرات الصوت في جميع الاتجاهات على شكل موجات صوتية نتيجة الاهتزاز حتى يصطدم بحاجز ما فينعكس عنه فنسمع الصوت. والآن عزيزي الطالب، قم بالتفكير عن أسئلة النشاط. يوجد في المدينة العديد من المباني الشاهقة، كيف تساعد هذه المباني الناس في جميع أنحاء المدينة على سماع الأذان؟ فكر قليلاً، ماذا تمثل هذه المباني؟ أحسنت، تمثل هذه المباني الحواجز، فتنعكس الموجات الصوتية للأذان عن هذه الحواجز التي تنتقل إليها في اتجاهات مختلفة، فيصل الصوت إلى الشخص. والآن فكر قليلاً، كيف تساعد مكبرات الصوت على نشر الأذان؟ هل تعلم عزيزي الطالب أن مكبرات الصوت تستخدم الكهرباء لجعل مخروط المكبر يهتز فيزيد من شدة الصوت بحيث ينتشر إلى مسافة أبعد فيصل إلى عدد أكبر من الناس؟ والآن ننتقل إلى الكتاب صفحة 125، أستعين بصندوق المفردات لأكتب تقريراً أبين فيه كيف انتقل الصوت من المسجد لينتشر عبر المدينة بحيث يسمعه الجميع، مبيناً فيه أثر المباني العالية. هيا عزيزي الطالب، فكر كيف ينتشر صوت الأذان. والآن عزيزي الطالب، تأمل معي مكبر الصوت هذا، كيف يساعد هذا المكبر على انتشار صوت الأذان في المدينة؟ تستخدم مكبرات الصوت الكهرباء لجعل مخروط مكبر الصوت يهتز فيزيد من شدة الصوت بحيث ينتشر إلى مسافة أبعد، وعندما ينعكس الصوت من حاجز إلى آخر في منطقة سكنية يصل الصوت إلى الشخص من اتجاهات عديدة مما يزيد من شدته أيضاً. والآن نلخص معاً ماذا تعلمت. تعلمنا أنه يمكن للموجات الصوتية أن تنعكس عن الحواجز وتعود إلى آذاننا، أي أنه يمكن أن تنعكس الموجات الصوتية عن الأجسام الصلبة وتصل إلى آذاننا بسبب تغير اتجاه الصوت، تماماً كما في الصورة التالية.
لاحظ عزيزي الطالب اتجاه الموجات الأصلية الممثلة باللون الأحمر وكيف تغير اتجاهها نتيجة ارتدادها عن هذا الجسم. هنا تمثل الموجات المنعكسة باللون الأخضر حتى تصل إلى الاتجاه الآخر. ماذا تعلمنا أيضاً؟ تعلمنا أن مكبرات الصوت تستخدم لزيادة شدة الصوت، وأن الصوت ينتقل من مصدره في جميع الاتجاهات، وتنعكس الموجات الصوتية عن الحواجز التي تنتقل إليها في اتجاهات مختلفة، ويمكن أن تنعكس الموجات الصوتية عن الحواجز وتصل إلى آذاننا. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 127 لتتحقق مما تعلمت. السؤال رقم 4، اختار الإجابة الصحيحة. أي عبارة مما يأتي هي الصحيحة؟ فكر عزيزي الطالب. أحسنت، عندما تصل الموجات الصوتية إلى حاجز تنعكس عنه وتصل إلى آذاننا. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 126 وأجب عن السؤال الثاني، اختار الإجابة الصحيحة. أي من أنواع الأسطح الآتية تنعكس عنه الأصوات بشكل أفضل؟ هل هو الأملس أم المرن أم الخشن أم الصلب؟ أحسنت، يجب أن يكون السطح صلبا. السؤال الرابع، اختار الإجابة الصحيحة. أي من هذه الحواجز لا ينعكس عنه الصوت إلى آذاننا؟ هل هي الصخرة الملساء أم جدار البناء أم الوسادة أم المرآة؟ فكر قليلا. أحسنت، إنها الوسادة، لأنها صنعت من مادة تمتص الصوت ولا تعكسه. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 127 وأجب عن السؤال رقم 5، كيف يصل الصوت إلى أذني الطالب عند اهتزاز شوكة رنانة؟ فكر قليلا. بارك الله فيك، كما درسنا سابقا فإنه عندما تهتز الشوكة الرنانة تنتقل الاهتزازات إلى جسيمات الهواء المحيطة به، وهي بدورها تمررها إلى جسيمات الهواء القريبة منها مكونة موجات، وهكذا حتى يصل الصوت إلى آذاننا. وفي النهاية، شكرا عزيزي الطالب على المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى.